من خلف العملية هي إسرائيل. باعترافات مسؤولين أمريكيين لعدد من الصحف المرموقة مثل الوول ستريت جورنال، قالوا بأن الموساد هو يقف خلف هذه العملية، أي أن إقليم كردستان أو العراق بشكل عام هو لم يخطط لضرب إيران وليس خلف هذه الضربة، وإن كانت وأخذنا بهذه التفاصيل التي نشرت من نور نيوز. السؤال الأكبر الذي يطرحه المواطن العراقي اليوم، لماذا لا تذهب إيران وتضرب إسرائيل مباشرة بما أنها كانت خلف هذا الهجوم الخطير الذي جاء على أصفهان؟ إيران لديها الكثير من الأدوات التي تقوم باستعمالها للرد. إيران كالعادة وكتاريخيا إيران لن تقوم بالرد عسكريا على أي جهة أو على أي دولة لأسباب كثيرة. من هذه الأسباب حجم إيران العسكري من الممكن أن لا يكون يضاهي هذه الدول الكبرى، وكذلك إسرائيل. إسرائيل من خلفها الولايات المتحدة وكثير من الدول الأوروبية لديها القدرة على دعم إسرائيل فيما لو دخلت إسرائيل في مواجهة مباشرة مع إيران. المواجهة المباشرة مع إيران هي ليست في مصلحة إيران، وإيران لديها المعرفة بهذا الموضوع. بالإضافة إلى أنه فيما لو أرادت إيران أن تقوم بالرد، هذا الموضوع من الممكن أن يفتح على إيران حرب مفتوحة. الحرب المفتوحة في ظل العقوبات الأمريكية والدولية ضد إيران وفي ظل الوضع الاقتصادي الإيراني هو ليس في مصلحة إيران بالكامل، ولكن أدوات إيران هي التي تستطيع الرد على هذه العمليات. وأدوات إيران بالعادة تستخدم أموال وتستخدم مصادر للتمويل هي ليست من إيران بالضرورة أن تكون من إيران، أي أن العراق لديه كثير من الأذرع الإيرانية في العراق. هذه الأذرع تعمل وتمول من قبل المال العام العراقي، من قبل الخزينة العراقية. تستطيع هذه الجهات بتنفيذ عمليات أو ردود على إيران على هذه الضربة، وبدون إدخال إيران في عملية استنزاف مالي أو عملية استنزاف عسكري غير محسوبة لإيران في هذا الوقت الحرج جدا بالنسبة لإيران. وبالتالي استخدام هذه الأدوات للرد على هذه العمليات هو أنسب وأحسن وأفضل لإيران من أن تقوم إيران بدخول أو المهاجمة أو الدخول في معركة مفتوحة من الممكن أن تؤدي إلى إيران بنهاية غير جيدة، أو لن تكون في مصلحة إيران في كل حال من الأحوال. إيران باعتقادي لديها الكثير من الأدوات تستطيع استعمالها لهذا المنطقة.